انا حسيني مهندس معماري ساكن من سكان التجمع هنا وعندي 37 سنه. هو من 3 سنين انا كنت مروح بيتي في تجمع وكانت في عربيه غرقانه في التسعين هنا، فدخلت زقتها بعربيتي وعملت بوست على فيسبوك ان انا في عربيات كتير غرقانه في التجمع، ويا ريت يا شباب الناس اللي معاها عربيات 4x4 تيجي تطلع ناس معايا من العربيات. امبارح كان يوم يعني تقيل شويه، المطره كانت رهيبه والعربيات كانت عايمه بشكل رهيب، يعني عربيات غرقانه مش عايمه في الميه، يعني ناس اصحاب العربيات سابوها وطلعوا عوم يعني. فكان عشان نوصل اصلا للعربيه كان الموضوع صعب شويه، بس الحمد لله الشوارع كانت فاضيه فكنا بنعرف نتحرك كويس ما بين العربيه والتانيه، لكن الكيس نفسها كانت بتبقى صعبه شويه. طبعا اول مره كانت اصعب مره عشان احنا كنا عددنا قليل، كنا عربيتين في اخر يوم كنا 10 عربيات بالكثير يعني، لكن المره دي كان عدد كبير فكان الموضوع ماشي شويه يعني. هو اللي جمعنا وهو صاحب حته احنا نتجمع في الشارع ونحس ان الناس بقى ايه محتاجانا، فاحنا فعلا نازلين نخدم ناس، بس هو صاحب الحته دي فعلا. وهو البدايه كانت عنده من 3 سنين، بعد اول سنه بقى خلاص بقى يعني احنا بنستنى الشتاء، عارفين ان احنا عندنا مهمه معينه في الشتاء بنعملها يعني كل شتاء. مش عايز اقول لك يعني بتجي لنا زي اوردرات كده، فاهم، بيجي لنا موقعك ايه موقعي كذا، بنشوف مين اقرب حد، بنواجه حد لو قريب منه ماشي، اقرب حد هنا فاضي بيروح ماشي. احنا اصحابنا فعلا 5 عربيات، لكن عايز اقول لك ان كميه ناس انضمت لينا من اصحاب الجيب طبعا يقدروا يساعدوا ما نعرفهمش، واحنا واقفين دلوقتي قبل ما انت تيجي هنا من شويه صغيرين ناس كتير جدا معديات بعربيات جيب ما تعرفناش وقفت معانا، يعني الراجل ده ما يعرفوش خالص وقف معانا، كذا حد من الناس اللي واقفه ما يعرفوناش، ناس محترمه جدا شافتنا بس وسمعوا عننا في الفيسبوك، فقالوا فنزلوا دوروا علينا عارفين احنا، قلنا ان احنا جايين على المستشفى الجوي فجملنا فعلا ووقفوا معانا هنا فعلا، والراجل ما نعرفوش وراجل محترم جدا وناس خباك في سنها كبير، الناس فعلا عايز تعمل حاجه، فضلا بقى عن ان الناس اللي معهاش عربيات جيب وبرضه هي نفسها تعمل حاجه بس بتتصل تدعمكم نفسيا، ده بيتصل يشكر وبيقول لك انا نفسي اعمل حاجه اساعد ازاي، الناس فاهمه غلط مكبره الموضوع مديانا حجم كبير قوي، لا احنا في الاخر دول اهلنا ولحمنا ودمنا وجيراننا قبل اي حاجه، فاحنا كده كده بنطلع الصحراء وبنشوف اي حاجه عاليه نطلع عليها، فنطلع عشان نغرز عشان ننزل بعض، ده امر طبيعي جدا. فعايز اقول لك اللي احنا بنعمله ده مش الواو خالص، ده ABC ان احنا نساعد بعض يعني.